مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كعك العباس. عنا كيلو طحين، كوبين حليب فاتر، كوبين سكر، كوب سمنة وزبدة دوبتن مع بعض، ونص كوب زيت نباتي، ملعقة ونص طعام سمسم، ملعقة ونص طعام ينسون حب، ملعقة طعام دقة الكعك، ملعقة صغيرة خميرة، وملعقة وربع عقدة صفراء أو كركم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط طحين بالعجانة. بسم الله. ينسون، سمسم، دقة الكعك، الخميرة، خلطهم شوي. بعد ما خلطتهم شوي مع بعض، هلا بدنا نحط الزيت. بسم الله. السمنة والزبدة. كمان بخلطهم. حطيت فوق السكر، الحليب والعقدة الصفرة. عفوا، هيدا المشهد ما طلع باعتقادي بالفيديو. بحركن منيح. بتأكد من السكر انه ذاب. بعد هلا داب السكر، فوق خليط العجين. هلا شو بدي اعمل؟ بحط شوي شوي من خليط السكر والعقدة والحليب ليطلع عنا عجينة متماسكة. انتهينا من خلط العجينة. بقي عندي من خليط الحليب والسكر والعقدة حوالي نص كوب. هلا منشيل العجينة.
بسم الله. يعني بنستعمل كوب ونص حليب فقط علشان زاد عندي الحليب. هذا قوام العجين المطلوب، شفتوا كيف بهذا الشكل. هلا بشيلها بحطها بالجهد. بسم الله. ضل قوام للعجين ما بتلزق ولا اي شيء. بنغطيها هلا بحطها على جنب لتخمر 3 ساعات. هيدا العجينه بعد ما ريحتها 3 ساعات لنكفي مع بعض. بدهن القلب زيت زيتون بهذا الشكل عشان ما تلزق العجينة معي. منبلش بالطريقة. بعملها بهيدا الشكل. هيدا الشكل بحطها على ورق الزبدة. إذا لزق معنا القالب كل كعكة بدنا نعملها بنحط زيت على القالب قبل ما نعملها لحتى يبطل يلزق الكعك. ريحتهم عن جد كتير كتير رائعة. بعدن عجينة وريحتهم هالقد حلوة. هلأ بس انخبز وبتطلع كتير ريحة البيت رائعة. كمان بحطها على ورقة الزبدة. هيدي العجينة بعد ما شكلتها بالقالب وحطيتها على ورق الزبدة، هلأ بدخلها فرن حامي مسبقاً على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. هيدي أول صينية كعك طلعت من الفرن، أخدت 9 دقايق بالفرن. هلأ بتركن على جنب ليبردوا. هول الكعكات بعد ما بردوا طلعوا معانا كيلو طحين عمل معي 36 كعكة. هيدا الشكل النهائي. هولي كعك العباس اللي عملتن أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.